نبغى نسمع صوتك يا فيصل، وابغاك تعطيني مثال اخر للتقنيه وكيف انت قاعد تستخدم هذه التقنيه. تفضل. احسنت. هذه اول مره تستخدمون برنامج التيمز في الدراسه؟ اذا جاء ضغط على الشبكه ولا شيء، افضل شيء انكم انتم او استاذكم يفتح لكم من تيمز، ما يفتح لكم من، وانكم انتم تشاركونه لما تدخل اسمك واسم المستخدم وكلمة السر من برنامج تيمز، طبعا هو عارفك برنامج تيمز، على طول يوديك لفصلك. كم درس اليوم عطيت؟ حصة إيش؟ الحصة الثالثة. الثالثة بالنسبة لك. الله يعطيك العافية. الله يوفقكم إن شاء الله. البدايات دائم تكون صعبة ومختلفة، لكن أنا متأكد إنه الأسبوع الجاي بتشوفون إنه الوضع أفضل، والأسبوع اللي بعده بيكون أفضل. استقبلنا ترى اولياء امور ترى هنا، أيه. اللي بعضهم مو عارف يدخل مدرستي الان، اللي بعضهم يسال تساؤلات فنيه كيف ولدي يدخل، كيف اتابعه، فالزملاء هنا يجاوبون. كل طالب حصه اولى، الحصه الاولى المفروض يكون مجهز التيب حق النشيد الوطني، ومجهز التيب ايضا حق تمارين رياضيه من قناه عين، وبعدين يبدا فيها، يدخل قبل بعشر دقائق يبدا فيها مع طلابه، ثم بعد ذلك ينتقل الى الحصه الاولى. السلام عليكم يا غسان. غسان السلام عليكم. عليكم السلام. How old are you? I am 11 years old. 11 years old. How is your book? You like your book? Is it good? Yes. And your teacher? Good. Okay. في أمان الله يا أبوي. حياك الله في مدينة تبوك. الله يحييك. في أمان الله يا أبوي.